لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي دكتور خضير كاظم حمود. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بك. دكتور، بمدى أهمية خطوة إغلاق المتظاهرين للطرق المؤدية إلى مصافي النفط والموانئ والاعتصام أمامها واستخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف الحراك الشعبي في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن ثورة الشعب العراقي ثورة عارمة، ولأول مرة في تاريخ العراق وفي تاريخ المجتمعات الإنسانية أن يثور شعبا كاملا وبرمته تجاه حكومة استدحل بها الفساد وأدى إلى تدمير البلاد وإهدار ثرواته. نعم. والثورة مستمرة وتتصاعد تدريجيا، ولعل أخطر ما سيمر به المجتمع الدولي نتيجة هذه الثورة العراقية الباسلة أن يشرع هؤلاء الثوار إلى قطع إمدادات النفط، والعراق يشكل قاعدة أساسية في ضخ النفط بأكثر من 4 ملايين برميل يوميا إلى المجتمع الدولي، وبذلك ويشكل هذا النفط الشريان الحيوي والرئيسي لاقتصاد البلد وثرواته. ولذلك من التداعيات التي ستشهدها المرحلة القادمة وفي أيام قليلة إلى إيقاف ضخ النفط إلى المجتمع الدولي، وبالتالي سيؤدي هذا إلى تصعيد تداعيات هذه الحالة. وندرك تماما أن المجتمع الدولي أشار بشكل واضح المعالم إلى أن الفساد الذي انتاب البلاد لابد له من أن تسقط هذه المنظومة السياسية كاملة بأحزابها وتكتلاتها وعناصرها التي جاء بها الاحتلال ودعمها في فترة أكثر من 16 عاما. لذلك سيؤول الموقف إلى حالات جديدة ستشهدها الساحة العراقية وأثرها على المجتمع الدولي. نعم دكتور، تحدثتم عن الاقتصاد العراقي والذي هو ريعي بالأساس باعتباره يعتمد فقط على المداخيل النفطية. إلى أي مدى تظنون أن هذه الخطوات للتصعيد بالاعتصام والإضراب أمام الموانئ وكذلك الأماكن التي يوجد بها النفط سيمنع من إيقاف الهدر المالي للحكومة الحالية، وعلى الأقل الحد من هذا الإنفاق في الفترة الحالية؟ حقيقة ماذا تركوا بالعراق من أموال؟ لقد سرقوا الأموال كاملة، والآن هذه المتبقي هو ما سيحصل عليه البلد من جراء تصدير النفط. فإذا أوقف شريان الاقتصاد العراقي فبالتأكيد سيوقف الهدر والضياع بالأموال العراقية التي استحوذوا عليها لمآربهم الحزبية الضيقة ومصالحهم وتوفير مستلزمات عملائهم في الدول الأخرى. نعم دكتور، في حال توقف ضخ النفط من هذه الأماكن تحديدا في البصرة، هل برأيكم يمكن أن يغير المجتمع الدولي مواقفه حيال التظاهرات في العراق والانتهاكات الإنسانية المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين؟ بالتأكيد يغير لمصلحة الثوار وليس لمصلحة الطبقة السياسية الحاكمة. نعم.
سيكون الموقف حاسما من المجتمع الدولي بدعم هذه التظاهرات، وسيدخل في تقديري في الأيام القريبة القادمة سيدخل على خط إنهاء هذه المنظومة السياسية كاملة، ويهيئ سبل استلام السلطة من حكومة إنقاذ وطني والشروع بتحقيق انتصار الثوار وما يبتغون الوصول إليه. نعم. يعني وليس لمصلحة الحكومة. يعني لربما النفس الأخير بالحكومة قد يلجأ للتصور بأن المجتمع الدولي في حالة إيقاف ضخ النفط سيدعمون هذه الحكومة الفاسدة، بل بالعكس سيدعمون الرأي الذي شرع به الثوار بإسقاطهم وإسقاط كل المنظومة السياسية الحاكمة والإتيان بحكومة إنقاذ وطني، ثم بناء العراق على خطى جديدة بنزعة شبابية مخلصة وذات بعد وطني، لأن الثورة التي جاءت بها جموع العراقيين بمختلف أطيافهم ومذاهبهم وأديانهم وكل أطياف الشعب العراقي، نعم. ستحقق حتما التماسك الاجتماعي المتين والقدرة الاقتصادية العالية في إعادة العراق إلى ما كان عليه سابقا من تقدم ونهوض وبناء تنموي سليم. نعم دكتور، في ظل تصدي الحكومة لهؤلاء الشباب المعتصمين أمام الموانئ بوضعها لكتل خراسانية وإغلاق الطرق المؤدية إلى هذه الموانئ لمنعهم من الاعتصام أمامها، برأيكم هل يمكن للمعتصمين هناك أن يستمروا في اعتصاماتهم ويواصلوا ضغطهم بهذه الورقة، ورقة النفط؟ شاهدت الثوار العراقيين الشباب لم يوقفهم الرصاص الحي ولا السكاكين ولا الغازات السامة المدمرة المميتة، فهل توقفهم صدات تلجأ إليها الحكومة؟ لا يوقفهم إن المد الشعبي الثوري الذي تبنته القدر الشبابية الرائعة المخلصة الوطنية التي تستهدف إسقاط هذه المنظومة السياسية التي منذ أن جاءت إلى العراق أدت إلى تدمير العراق وتمزيق أوصاله وتماسك الاجتماعي وبذر الطائفية والمحاصصة السياسية المختلفة، إلا أن هؤلاء الشباب جاءوا بنزعة وطنية هدفها إنقاذ العراق العظيم ودم الجراح التي عاشها طيلة هذه الفترة التي امتدت من 2003 ولحد اليوم. ولعل الله سبحانه وتعالى سينصر هؤلاء لأنهم واجهوا الظلم بأنفسهم، وقول الله سبحانه وتعالى صادقا بهذا الشأن حينما يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف بالقتل إنه كان منصورا. فالنصر محقق على لسان الله سبحانه وتعالى وبهمة الغيار المخلصين من أبناء هذا الشعب المناضل، نعم. والمكافح بكل تأكيد إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم الأكاديمي والخبير الاقتصادي دكتور خضير كاظم حمود، كنتم معنا عبر الهاتف من عمان.